الأسبوع الماضي أساس مجتمع الخوارج الذي أقاموه بحرورات، وكيف عملوا إلى آيات الكتاب فتأولوها على غير معانيها، وكيف أنزلوا أنفسهم منازل الأنبياء، وأنزلوا الأخيار الصالحين منازل الظالمين الأشقياء. ونواصل حديثه اليوم مع الدستور الذي وضعوه لأنفسهم في مجتمعهم الخارجي، مع القانون الذي عاملوا على أساسه غيرهم من المسلمين الموحدين. لنرى معا كيف أتوا القانون لا يتفق مع كتاب ولا سنة ولا عقل ولا أدب ولا علم ولا ورع، حيث تنص لوائح قوانينهم على الآتي: الأول، أن تحكيم شخص في قضية بين اثنين شرك بالله، لأنه لا حكم إلا لله. وقد قلنا لكم في الأسبوع الماضي إن الله تعالى حكم الرجال في كتابه في الفصل بين الرجل وزوجته، وفيما يصيبه المحرم وغير ذلك من القضايا، لكنه النص أن تحكيم شخص في قضية من القضايا بين اثنين شرك بالله، لأنه لا حكم إلا لله، لأن الله قال إن الحكم إلا لله. الثاني، أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين قاموا بالتحكيم والذين رضوا بتحكيم الرجال كفار، يعني علي لهم كافر، علي عندهم كافر، وعثمان كافر، ومعاوية كافر، وعمار كافر، وأبو موسى الأشعري كافر، وعمرو بن العاص كافر، وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك كل من رضي بالتحكيم من جيل التابعين ومن كل جيل. الثالث، أن دار مخالفيهم في مذهبهم دار كفر، وأن دار هجرتهم هي دار الإسلام، يعني المنطقة التي سكنوها في حراء جعلوها وحدها هي دار الإسلام. وسائر أنصار المسلمين دار كفر، القاتلون فيها كفار، والراضون بالإقامة فيها كفار، ولا زالت تلك طريقتهم إلى اليوم. الرابع، في قانونهم أن كل من لم يؤمن بما آمنوا به أن كل من لم يؤمن بما آمنوا به فهو كافر كائنا من كان، لا تغني عنه صحبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا صلاة ولا صيام. الخامس، أن كل من لم ينحاز إليهم ويهاجر إلى دارهم فهو كافر، وإن كان يقول بقولهم، يعني حتى وإن كان يعتقد ما يعتقدون إلا أنه ترك الهجرة إليهم فهو كافر، لأنه ترك الهجرة والخروج من دار الظالمين. الثالث، وهو طامة من الطامات أيضا، الثالث من قوانينه أن من ارتكب كبيرة من الكبائر فهو كافر مخلد في النار، يعني خرج من الإسلام من وقع في كبيرة،
زنا أو سرقة أو غير ذلك من الكبائر فهو كافر مخلد في النار لا تغني عنه توبة ولا تنفعه أوبة. تحكموا على الله. الله قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ليس يا من ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة ولكن يا من أسرف وتمادى لا تقنط من رحمة الله. وهؤلاء قالوا كافر مخلد في النار. السابع أن المصر على الصغيرة أيضا كافر مخلد في النار. شأنه في ذلك شأن المرتكب الكبير. أرجو أن تتابعوا معي هذه القوانين وتلك التساتير لأنها هي المعمول بها إلى اليوم. تزداد حدة طاوة كما سنبين وتزداد سوءا وتسيبا طاوة أخرى. الثامن أن الإماء من لم يكن بقولهم مباحة بحرب وبغير حرب. يعني كوني أنا لا أقول بقولهم ولا أعتقد بمعتقدهم فلني حلال بالنسبة لهم. في حرب أو في غير حرب يعني يجوز الغدر في هذه الحالة أن يغدروا بشخص ما فيقتلوه إذا تمكنوا من ذلك. وقد فعلوا ذلك مع أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قتلوه غدرا واعتبروا قتله قربة من القربات التي تقرب بها إلى الله. فهذا الثامن من قانونهم أن دماء من لم يكن بقولهم مباحة بحرب وبغير حرب. ويتبع النفوس الأموال فهي أيضا مباحة فقد استباحوا أموال مخالفيهم واعتبروها لهم حلال بحرب وبغير حرب مع خلاف بينهم في ذلك. وكذلك الأمر بالنسبة للنساء والأطفال فالأطفال عندهم كآبائهم يعني يعاملون النساء والأطفال معاملة الكبار. التاسع هو بالنسبة لما جاء في قوانينهم في حق الخليفة ووجوب نصب إمام للناس. ولا بد للناس من إمام، لا بد للناس من خليفة، لا بد للناس من رئيس. فقد قرروا في حق هذا الإمام أولا أنه لا حاجة إلى الإمام وأنه يجوز نصبه. يعني المسألة عندهم مسألة اختيارية إما أن يوجد أو لا يوجد هذا أمر اختياري. وقد فطن لهم علي وقال هؤلاء يقولون ذلك ولا بد للناس من إمام ضر أو فاجر. رغم أنه لم يسمع منهم ذلك الكلام لكنها خلاصة الإيمان. الثالث منهم من قال إذا كفر الإمام كفرت الرعية والكفر عندهم باب مفتوح. يعني إذا ارتكب الإمام كبيرة فهو كافر وبالتالي الرعية الحاضرة معه والغائبة عنه الراضية عنه كافرة. وضبط هذا في زماننا أمر يصعب ضبطه. فالناس عندهم اليوم جميعا كفار. الثالث فيما اتخذوه في شأن الإمام أنهم تبعا لمذهبهم فقد جوزوا الخروج على الإمام ولو لأتفه الأسباب وذلك إقامة للدين في زعمهم.
إقامة للدين في رأيهم، الدين الذي اعتبروه هم ديناً وخالفوا به دين الإسلام وما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. فكان هذا دستورهم الذي تناولوه وساروا عليه في كل خارجة لهم وفي كل جيل منهم، يزيدون قسوة ووحشية وعنادا للحق كلما طال عليهم الأمد، كما ترى اليوم القتل بالأقوام كأنهم يقتلون الجرائم. فتراهم في كل جيل منهم يزيدون هذه القوانين الخارجة عن العقل والدين بل عن كل دين، تراهم يزيدونها عنفا ووحشية ورذيلة تارة وتسيبا وخوارا وضياعا للدين، يظهر عوارهم تارة أخرى، حيث كان منهم من أسقط الحلول فأسقط حد الزنا. وهذا عجب أنت تقول إن مرتكب الكبيرة كافر، فكيف تسقط حدا من حدود الله؟ وكان منهم من أبطل الخمس من الصلوات، أبطل الصلوات الخمس واكتفى بصلاتين. وكان منهم من جوز نكاح المحارم وهم يعتبرون مرتكبا كبيرة كافر، فحلوا ما حرم الله تعالى في كتابه تحريما ظاهرا، وامتنعوا مما فرضه الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله فرضا ظاهرا. ومنهم من انكر صورا من القران، فمنهم من انكر ان تكون سوره يوسف من القران، منهم من انكر ان تكون سوره يوسف من القران الكريم، ومنهم من تجاوز الحد فادعى ان الله سيبعث رسولا من العجم يبطل دين محمد عليه الصلاه والسلام. ولا تزال تطلع على مذاهب لهم وأقوال مخزية تشددا تارة وتسيبا أخرى في طوائفهم التي بلغت باختلافها 20 فرقة. طبعا البحث في هذه 20 يجد بلايا وطامات تكلم بها هؤلاء الناس واختلفوا فيما بينهم كانهم يختلفون على حق أو يختلفون في تقرير حق، قرروا باطلا واختلفوا في تقرير هذا الباطل، فمنهم من يزيده عنفا ومنهم من يزيده لينا أحيانا وعنفا تارة أخرى. أيها المسلمون والمسلمات، لعلكم الآن تستطيعون استخراج مراحل هذا التفكير الخارجي المعوج بعدما ذكرناه لكم من حديثهم المختصر. طبعا العلماء كتبوا فيه ملونات، قد اختصرنا لكم الحديث اختصارا في مراحل دقيقة من حياته، لعلنا الآن نستطيع معا استخراج مراحل هذا التفكير الخارجي المعوج وكيف أسلمته كل مرحلة إلى أختها حتى وصلوا إلى هذه المجموعة من القوانين التي أخرجتهم من حظيرة الإسلام. وبيان ذلك أنهم لما طاب لهم الحكم على أنفسهم بالخيرية والصلاح لما اعتبروا أنفسهم أصلح الناس واعتبروا أنفسهم خير الناس وأنهم أفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
حتى مع بعض العامة أو بعض من قرأ الكتاب فظن أنه عالم، تراه يبدأ التقرير فيقول: لا، هذا الشيخ كاهن، لا يعجبني، والشيخ قرضاه لا كتاب الحلال والحلال، فماذا قرأت أنت وماذا عرفت أنت حتى تقرر هذه آفة؟ وذلك نحن نبني على هذا الكلام حتى نأخذ على أنفسنا وعلى أولادنا وعلى أحبابنا وأصدقائنا من أن تصيبهم تلك النعرة، فتسلمهم مرحلة إلى أخرى حتى يصلوا إلى هذا الشذوذ الفكري، إلى هذا المرض النفسي، إلى هذا الهوس الديني. وأعالجهم على أن لا أعتبر شيء. من أنت حتى تعتبر هذا شيخ وهذا ليس بشيخ؟ عندما ينقل هذا الكلام على ألسنة الناس يتغضب به العقلاء ويستخفون به، لكن للأسف الأعمياء في عالمنا كثير، تراهم يذكرون هذا الكلام على طريق التنجيم كان قائله هو الحاكم على العلماء. قديما قالوا لرجل: ايهما اعلم، فلان ام فلان؟ من فيهما اعلم؟ ايهما اعلم؟ الشيخ فلان او الشيخ فلان؟ قال: يعرف الاعلم فيهما من هو اعلم منهما. عاوزين تجيبوا حكم؟ دوروا على واحد اعلم من الاثنين هو اللي يعرف يقرر مين فيهم اعلم من الثاني. هذا هو الادب. ايهما اعلم، فلان ام فلان؟ قال: يعرف الاعلم فيهما من هو اعلم منهما. هؤلاء قرروا استنكار كل ما يرونه ضد رايهم او تناقض مع اقوالهم، حتى ولو كان مذهب الصحابه الكرام أو أحد مذاهب الأئمة الذين تلقت الأمة من عصر السلف مذاهبهم القبول والاحترام. ثم إنهم لما اندفعوا خلف هذه الأوهام ونظروا إلى المجتمع بهذه الفوقية وذلك الاستعلاء، نظروا للناس نظرة دونية باعتبارهم أعلى، باعتبارهم أصلح، باعتبارهم الأقرب من الله، باعتبارهم الذين مع أمراض الله يسيرون وهم مع أمراض الشيطان يسعون. لما نظروا إلى المجتمع بهذه الفوقية والاستعلاء لم يبق بعد ذلك سوى إنزال الحكم على المجتمع من خلال مفهومهم للدين وللكفر والإيمان، فاتهموا الناس كما رأينا على الهفوة وما قد يكون بعضهم خطأ مغفورا، ولم يقلوا أحدا عثرة، ولم يقبلوا من أحد معذرة، واطلعوا سالف الحقوق وقابلوا البر بالعقوق، فلم ينظروا في منصب أو مقام، ولم يفرقوا بين ذوي الفضل وغيرهم من الناس، فلا بالفضل أخذوا ولا إلى العفو أخذهم. وليت تحكمهم وقف عند الدنيا، فإنه قد تخطى الحكم على المصير الأخروي، حيث اعتبروا أنفسهم الطائفة الناجية الناجية من النار، وباقي الأمة في جملة الفرق الهالكة. أيها الإخوة والأخوات، وبعد هذه المجموعة من الأفكار والأحكام يرى هؤلاء أن المخالف لهم قد ارتكب جريمة في حق الشريعة شنعاء، وأنه يجب عليهم أن يفرضوا على المجتمع هذه الأحكام وتلك القوانين التي سنوها، وأن يقتدوا
سياسه رايهم بالقوه وان يمنعوه من الخروج عنه باي وسيله من الوسائل سدا للذريعه في رايهم حتى ولو ادى الامر الى نصب الحرب والقتال. وهكذا ينتهي بهم المطاف الى منتهى الليل في كل جيل من اجيالهم الى يومنا هذا. ينتهي بهم المطاف في كل جيل منهم الى اراقه الدماء المسلمه المحرمه دون سواه. وسبحان الذي اعمى بصائره عن قول النبي صلى الله عليه واله وسلم يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الامثال. فلا يزالون يقتلون اهل الاسلام ولا يزال اهل الحرب يطلب منهم العفو والصفح والسلام. وقد عرف الحديث لكن الله تعالى كما اخذ بابصارهم عن الحق اعمى تلك القلوب. فنصروا الحرب في كل جيل واستباحوا الدماء المسلمه المحرمه واستحلوا ما حرم في الكتاب والسنه. وقد نصروا اول حرب لهم في الاسلام مع أتقى الخلق بعد الأنبياء مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقاتلهم علي رضي الله تعالى عنه بموضع قالوا له النهروان. وهذا ما سنتحدث عنه بعد إن شاء الله لنبين ذلك الخطر الذي وقع فيه الناس أنهم ظنوا أن الخوارج قد انتهوا بعدما قتلهم علي، وهم والله كما قال علي في أصلاب الرجال وأرحام النساء لا يزالون يخرجون، وهم والله كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أصلاب الرجال وأرحام النساء لا يزالون يخرجون حتى يخرج في عراضهم الدجال، حتى يخرج في جماعتهم الدجال. هذا ما سنتحدث عنه لنكون على بصيرة من أمرنا، وحتى لا يغتر أحد من الناس بتلك الأقوال الزائفة، وحتى لا يجلس أحد من إخواننا في المسجد مع أحد المدعين البطالين الذين يسلفون باللسان ولا يعرفون ما يتكلمون به، فيزينون لهم بعض أقوال هؤلاء أو بعض ما يفعلونه، خصوصا وأن الطامة الكبرى أنهم يسممون بدولة الإسلام. الإعلام الغربي يقول دولة الإسلام. والمسلمون يقولون دولة الإسلام. والطامة الكبرى أن بعض إخواننا السنة يقولون أهل السنة، هم من أهل السنة، أين أهل السنة في هذا الكلام الذي ذكرناه؟ سنة من؟ هذه سنة الشيطان، لا سنة محمد عليه الصلاة والسلام. لابد أن نكون على بصيرة من أمرنا حتى إذا تكلمنا لا نؤاخذ عند الله سبحانه وتعالى ولا نؤاخذ عند الناس. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لكم.